مساكم الله بالخير والعافية. التقيكم اليوم بحلقة جديدة من مطبخي مع الشيف عرفان، واليوم راح نروح الحلب نسوي المعجوقة الحلبية، كذلك راح نسوي سلطة الزيتون. سلطة حلوة، ودائما نسولف احنا على هواية مواضيع بالزيتون جدا مفيدة، وخصوصا سولفت سابقا انه يوميا يعني اعتبرها من الثوابت انه ناكل 7 زيتونات ضروري جدا، يفضل على الريق، وناكل 2 فتين حتى لو مجفف راح يكون به هواية كلش فوائد للجسم. خلينا نشوف مقادير المعجوقة ونرجع نسويها سوا. عندي 1 كيلوغرام من اللحم، يفضل شوية دهن به مو هواية. بصل راح يكون 1، راح يكون فلفل ألوان عندي 2، فطر 6 حبات فستق حلبي، راح يكون جبن موزاريلا، فلفل أسود، 7 بهارات، ملح وزيت الفلفل الأسود، و7 بهار راح تكون على رشة يعني. الفطر كلش مهم انه تنقعوه بالماء، يعني شوفوا سلونه شويه متغير، نقعته هوايه بالماء. الفطر دائما نسولف انه هو هذا المكان، شوفوا هذا المكان هو دائما اللي نزرع، تعرفون انه يعني تحت الارض، فدائما يصير بي رمل، فدائما نقعوه بماء، خلوه منقع فتره، بالتالي راح نتخلص من كل المشاكل اللي ممكن تصير عندنا. يعني موضوع الرمل سولفنا سابقا على موضوع الكلية وشون تتكون الحصوات. الحصوات لما تتكون تصير مثل مغناطيس المواد اللي داخله من الكالسيوم من الصوديوم من غيرها، فتبدي تلم 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 لحد ما تكبر، فهمتوني؟ فدائما هالمواضيع اللي بها أتربة كلش مؤذية. اول ما راح نبدي به نبدي نسوي الحشوة. ليش؟ اريدها شويه تبرد على مود بعدين نبدي نشتغل بها. زيت زيتون، ونبدي نسوي الحشوه مالتنا. دائما نتحدون سكينة، البرادة راح تطلع من عندها فمسحوها وراها. أول شيء راح نسويه الفطر. شوف هو داخله أبيض، وسولفنا دائما الفطر لما تشتروه اشتروه علب، لان اكو اكسباير بالفطر يبقى لمده محدده، يعني يبقى الانتاج العراقي يبقى 10 ايام، فلازم تاخذوه وعليه ليبل تشوفون انه الانتاج مالته ما متجاوز الفتره المحدده 10 ايام هو يتحمل بس انه يبقى عندنا. ممكن توخروها وممكن تخلوها الهاي اللي موجوده عندنا الموجوده بالفطر. خلصنا من الفطر. الفطر عموما بين هو والبصل والفلفل الألوان هو يجي بالمرتبة الثالثة من ناحية انه ما يتحمل الزيت هواية، فدائما اول ما نبدي بالبصل والفلفل وبعدين نضيف الفطر، لان قلت لكم ما يتحمل يبقى فترة اطول بالزيت راح ينتهي موع. اول شيء راح نخلي البصل،
بعدين نبدي بالفلفل. دائما ضغطه هيك عم تلزم عندنا. ناخذ هاي دائما عمود الاسود يطلع عندنا الفلفلاية ثخينة تكون. ايش راح نسوي؟ نصفطهم كلهم سوا. بعدين نثرمهم ناعم. هنا من صغر حجم الثرم مال الفلفل ايش راح يصير عندي؟ هنا راح يصير عندي انه الفلفل راح يكون موازي للدرجه اللي محتاجها البصل انه يستوي. شويه فلفل اسود، شويه ملح، هنا عندي سبع بهار هسه اضيف الفطر. لما نضيف الفطر سولفنا انه الفطر والبصل ياخذون دائما الزيت كله يسحبوه، فهمتوني؟ فمحتاجين انه نضيف له شويه الزيت. هسه شنو اضيف عليه؟ اضيف عليه شويه فستق حلبي. خلاص خليه يسوي براحته. هنا نمسح الميز شوية. هنا هسه نبدي نخلط اللحم. راح نضيف اللي وخر الدم مالته. فلفل اسود. سبع بهار. نضيف له الملح. خلاص هنا خلصت عندي. هسه نبدي نخلط اللحم. قطع اللحمه نفسها نلم البهارات. بسم الله. هسه نهرسل اللحم. ليش؟ قلنا انه دائما لما نشتغل بهالمواضيع محتاجين نطلع الهواء منه على مود يصير عندي متماسك اكثر، وخصوصا الخيوط اللي سولفنا عليها اللي موجوده باللحم انا احتاج
انه تبين عندي على مود يصير تماسك اكثر بين اللحم. ناش نبدي نسوي كرات عندي. تقريبا كل كرة حصل وزنها 150-140. هاي صاروا جاهزين، نخليهم على جانب، نخلي كاسة بيها مي عم نشتغل بيها. شباب ناخذ مقادير السلطة بعد اذنكم. شباب ناخذ مقادير السلطة عيني. هنا راح نجيب ماعون ونقلبه، هنخليه هو ومقلوب نشتغل به. كياس مال بيض نفس اللي تشترون بها البيض، خلي له شويه مي هنا عمود يلزم التشيز. شوفوا شلون يبدي يلزم عندنا. هنا نخلي شويه مي بايدنا. شوفوا خليت اني واحده زياده هنا عمود اقدر اخذ منها لحم اذا احتاجيت. سوينا سبعه، واحدة زيادة صارت، ناخذ منها لحم إذا احتاجينا نسد هذول المكانات. خلي هاي الحشوة اللي سويناها، ونخلي جبن الموزريلا بس لا تخلوه يوصل للأطراف. اوكي نشيلها نخليها على جانب، نخليها هنا ونجي هم نبدي بالثانية. هم نخلي شوية مي ونخلي جيس مالتنا، هم مي بإيدنا. كل ما تشوفون صارت فتحة حاولوا انه تسدوها، اريدها تكون متراصة يعني مترابط
قطع اللحم عندي لان عندي وراهم شوي. بعد كم يوم على الاسبوع القادم يعني باشر يعني ضيف الشيف ياسر راح يسوي لنا منسف. بعد كم يوم نريد نسوي الكبه بالسميد، سويناها بالبر وسويناها بالبوتيتا وسويناها يعني بالجريش وبالرز وبالكل شيء. فهالمره نريد نسويها بالسميد. هسه نرجع هاي اللي سويناها نخليها بنفس الحيز اللي سويناها على اساسه. نجي هنا نبدي نسد بيها. بعدين نبدي هيش نطبق بيها. شوفوا اهم شيء انه نسد اطرافها زين ونلمها. هذا الطرف يراد له ضغط، بس لما نضغط نعرف انه اكو حشوه بداخلها عمودة تطلع منها ومنها. هنا هم رشه سبع بهار نخلي ورشه فلفل اسود. صينيه عندنا حاضره نزيتها، ممكن الزبد ممكن الزيت براحتكم، شو تريدون تخلون خلوه، ممكن الدهن. لما تقلبوها هم لازم يعني تهتمون انه من تقلبوها بشكل صحيح. شوفوا يعني الشغل اللي اشتغلناه صار جوه. هم نجي نشوف اطرافها بالشكل الصحيح نسويها. نجيب هاي هنا خلاص. هسه نبدي بوحده الاخ على الاطار مال الماعون. شوفوا نخليها هنا ونبلل ايدنا ونبدي نفتح بيها. ناخذ معها قطعة اللحم الإضافية اللي خليناها. شوفوا طريقتها سهلة. نشيلها نخليها على الجانب ونجيب كيس لاخ. يعني نطلع الهواء اللي داخلها على المود نقدر نفرشها وهي متلابسة. بسم الله مي خلي بيدنا. أما شوية لحم راح نحتاج خلي بالفراغات اللي عندنا.
ممكن تحشوها وتوخروها، ممكن هي تحشوها اعتيادي، يعني ماكو اي مشكله عندنا. هذا جبن الموزاريلا هم نخليه. لما نجي نقلبها نقيس انه هي راح تقعد صح، يعني تقعد طرف على طرف. شوفوا لما نبلل ايدنا ونبدي نسد الاطراف بالشكل الصحيح، شويه ضغطه اذا اكو هواء يريد يطلع. احنا سولفنا على الهواء انه لما يتعرض للحراره يبدي، شوفوا هواء موجود هنا، يبدي يفتح لنا اي شغله بدنا نشتغل بيها. ليش؟ يريد يطلع لفوق، ولهذا علميا او بالفيزياء يقولون الهواء الحار يكون لفوق والهواء البارد يكون دائما للاسفل. شوفوا بعد شوية اكو هواء هنا، فنطلعهم من الجانب ونتخلص من اي هواء موجود. خلاص نلمها بهالشكل، وهم رشة السبع بهار، خلي فلفل اسود، ونجي نقلبها هنا. ممكن تسووها بالدجاج؟ اي ممكن جدا. نهم نجي اذا اكو طرف مفتوح او شيء عندنا. يبقى اخر قطعه عندنا نسويها. مش قلنا نضغط. ناخذ شوية لحم هنا، نخرها على الجانب، نشوف الفرن مالتنا. خليني خليه حاضر على درجة حرارة يعني تكون 220 أو ممكن تكون 230. ايدنا مي، اللحم اللي بقى عندنا بالصينية هم نضيفه وياها. الجبن وهنا طرف على طرف مثل ما قلنا، طرف على طرف تكون. طلع الهواء قبل ما نسدها، ونجي نبلل ايدنا وعلى الطرف بالضبط اللي مال الماعون اللي اشتغلنا عليه نبدي نسد.
اول شيء راح تحسوها انه شكلها مو حلو، بس بعدين لما تبدون تعدلوها راح توصلون للشكل اللي تريدوه. هم عندنا هاي التوابل اللي قلنا عليها، فلفل اسود وسبع بهار. نعدل بيها بهذا الشكل. واخر شيء رشه زيت زيتون نخليها. ونخليها بالفرن لمدة شيء 10 دقائق راح تكون جاهزة. ليش؟ لأن احنا خالين اللحم خليه شلون مفروم ومو ثخين. يعني شباب نعيد مقادير السلطة بعد إذنكم. قلت لكم حاولوا حتى يوميا اول ما تقعدون من النوم تشربون زيت الزيتون خاشوقه على ريقكم، راح يفرق لكم هوايه مواضيع جسمكم. بس قلنا يكون بكر، يكون صحيح زيت الزيتون، ما يكون موضوعه بيغش. وهوايه راسلوني على الخاص وقلت لهم على النوعيه الافضل لزيت الزيتون اللي استخدمه انا دائما بالشغل او بالبيت نجيبه دائما. هنا نسوي لها قاعدة عمود توقف. بعدين شو نسوي؟ نجمعهم كلهم بهالشكل هذا. شو نسوي؟ ناخذهم بالطول. نرد نجمعهم مرة لاخ. اليوم هنا نجي ناخذ شوية نوم حامض هو والقشر مالته. اوكي خيار تريدون تسوون ناعم تاخذون شرائح. شوفوا اقصى شيء تقدرون تقصون خفيف قصوه. هم نفس الشيء نجي هنا ناخذه بشكل طولي وبعدين نرد نجمعه هنا وناخذه المكعبات الصغار.
نجي نخلي له فلفل هم، مو الا فلفل الوان، ولا حتى هنا الا فلفل الوان عندنا بالمعجوقه. اي لون اخضر اي شيء تريدون تخلون خلوه براحتكم حسب ما موجود عندكم. هاي من هنا هسه شو نجيب؟ نجيب الطماطه، الطماطه الكرزيه دائما احبها لان طعمها يكون حامض حلو مو طعم حامض بس. بالنص بعدين نسوي هيك اشياف. بالشكل نقطعهم. هاي ابني راموس يقول لي هاي نونو يعني لا تقطعها. اي شيء صغير بالعنب بالزيتون بالطماطه ما يقبل انقطعه. هاي انتهينا هسه من الطماطه، نخلي اخر شيء المعدنوس قبل ما نضيف الزيتون. يسالوني انه شلون نحافظ الخضره عليها انه تظل كم يوم عندنا وما تذبل، خلوا لها وصله مبلله عليها. لما تجون تخلوها بالثلاجه بللوا وصله وخلوا عليها وشوفوا راح تطول عندكم فتره اطول. المعدنوس هم هنا ايش راح نخلي؟ النارنج راح نضيف نعناع، نضيف الزيتون، فلفل أسود، ملح، كاتشب، وراح نضيف هنا دبس الرمان. شوية زيت أكيد، نشوف شوف الدخان اللي يطلع. تنشوي هنا عندنا، نتركها براحتها تستوي. شوف هنا صارت جاهزة عندنا السلطة. خلي نكرر مقادير المعجوقة والسلطة شباب بعد إذنكم. بين ما أنظف الميز أني ناخذ المقادير مرة لاخ.
ناشوي راح نخليه، دبس رمان، انا شوي احب دبس الرمان هوايه ويا السلطات، مو شويه هوايه كلش. شوي نحامض وياهم، شوية معدنوس، خلي جزر هنا بهالشكل. السلطة صار جاهز عندي، شوية نعناع هنخليه هنا، رشة زيت الزيتون عليها، وهسه صارت جاهزة عندي السلطة وكلش طيبة. جربوها، حتى ممكن تضيفون وياها أي خضروات تريدون، يعني هذا مو شيء ثابت راح يكون. ونشوف معجوقة شوية تحتاج انه نصعدها لي فوق عم يبدي الوجه يتحمر. اول شيء نخليها على الوسط، يعني على بالنص بين الفوق والجوة، بعدين نبدي نصعدها على الوجه لما نشوفها انه استوت. يعني مدة دقيقة مو اكثر. نبدأ ننظف الميز مالتنا، دائما تشوفون استخدم الكحول، الكحول لا تخافون منه، ورا 10 ثواني 15 ثانية كله يطير، بس هو الأفضل لقتل أي ميكروب أو فيروس عندنا. شباب نكرر المرة الأخيرة عمد قبل ما نختم المقادير، واريد مقادير البيتزا بعد اذنكم. شوفوا هنا صارت جاهزة، شوفوا هنا خليها رأسا، خليها بالماعون، شيل الثانية هم
اقليها بالماعون. شوفوا شلون صار شكلها ومحشايه وتجنن، كلش راح تعجبكم، وطريقه عملها كلش سهله. وهاي السلط هم صار جاهز. انا شوي نخلي طماطم منه. والاهم من كل شيء، واخذ بالك على اليسار، شوف النارنج هنا والنارنج هنا بهالشكل هذا. ما ننسى رشة التوابل عليها، راح تصير كلش طيبة وراح تعجبكم. ما اريدها كلش تستوي لان راح يبدي يطلع عند الجبن يذوب كلش، فيكون برا منها يصير. فضروري جدا انه ننتبه انه تستوي بس مو كلش يطلع الجبن، لان لو تشوفون هنا، شوفوا هنا لما خليتها تستوي زياده، شوفوا شلون الجبن طلع عندي. فخليها على هالستوي، ممكن ندهن وجهها باي شيء تريد، باي ماده، باي موضوع تريدون تحبون تخلوه ممكن تخلوه وياها. بالتاكيد حلقتنا خلصت، سوينا كل شيء اليوم مثل ما تحبون بطريقه سهله وبالسهل الممتنع، الطريقه الخاصه بي دائما انه كل شيء سهل لكم. شكري امتناني علي ثائر وعدي فوزي، شكري امتناني للمخرج حسين اليكس، محمد سيجي وعماد ولؤي رزوقي، وكل من موجود اكيد سديد بالاضاءه، وكل من موجود دائما يساعدني بهاي الحلقه. شكري امتناني الاكبر والاكثر لاهتمامكم ومتابعتكم البرنامج بي. اشوفكم باكر بمنسف اردني ويا شيف ياسر في مال الله.